هذا سائل يقول هل يعتبر مطار الملك خالد الدولي هل يعتبر خارج الرياض؟ فيجوز إذا وصلت إليه أن أقصر الصلاة وأن أجمعها؟ أنت ما أعرف مني به، إن كان المطار داخل بنيان الرياض فلا يجوز، لأنه صار جزء من البلد لا يجوز الترخص فيه. ما إن كان خارج المباني منعزل عن المباني فإنه يعتبر إذا خرجتم قبل دخول الوقت يعتبر أنه خارج البلد، يعتبر مسافرين أنتم في بداية السفر. نعم، خارج البلد، خارج البنيان. نعم.